الدنيا حساب. هما ابتدوا يلفوا خواصين. انا ما مش كبار يا دكتور. لف ناحيه ثانيه اهو. هي فين رحمه؟ حتى خليها ميه بميه سنه قدام. نرجع بس كده هو خالد تيست كده تيست. الرئيس اللي داخل على اسكندريه حضرتك شايف الكوبري اللي على الشمال ده، المنطقه دي بتعمل فيها كباري جديده، كوبري جديد. كانت المشكله الرئيسيه فيها اللي هي المرافق اللي موجوده، مرافق كانت سواء كانت صرف او كانت ميه او كانت كهرباء او كانت مواسير غاز او حتى كابلات اخرى بتاعت الاتصالات، وده كان مجهود كبير جدا تم التنسيق فيه بين هيئه الطرق والكباري في وزاره النقل وبين السيد محافظ اسكندريه، واعتقد النتيجه اللي انا شايفها النهارده برضو نتيجه مرضيه. يعني الجزء الثاني اللي هو كان مدخل اسكندريه زي ما انتم شايفين كان تعبان جدا الفتره اللي فاتت، يعني الناس كلها كانت بتشتكي وكان وضع يعني ما حدش متحمله. انا شايف ان اتعمل انجاز كويس قوي في 30 كيلو الموجودين من عند البوابه لغايه هنا. الحاجه الثانيه ان بيتعمل بقى دلوقتي اعاده تصميم للطرق كلها، احنا عندنا 3600 كيلو متر طرق السنه دي ان شاء الله هننفذهم. بنعيد القطاع التصميمي للطرق بحيث يبقى فيه دايما حاره بتبقى للنقل التقيل، والتصميم بتاع الكلام ده ممكن تكون خرسانة، ممكن تكون خلطة ميكس بين الأسفلت وبين الخرسانة. الشكل العام طبعا أنا شايف يعني غير مدخل اسكندرية، وإحنا بنتكلم تقريبا ماكسيمم بنتكلم في حدود شهر هيبقى الوضع ده اللي حضراتكم شايفينه يكون اتغير تماما. يعني بيحصل معوقات ممكن جدا زي المكان اللي احنا واقفين فيه ده النهارده، انت بتنسق فيه مع 7-8 جهات، بتنسق فيه مع وزاره المواصلات، وزاره الاتصالات والمحافظه ووزاره البترول وعده وزارات ووزاره الاسكان عشان تنقل المرافق اللي موجوده. فطبعا انا بعذر برضو الزملاء الموجودين ان احنا بنتكلم بحد اقصى بنتكلم في شهر النهارده في المنطقه اللي احنا واقفين فيها، انما الباقي كله بنتكلم الاربع حارات اللي هيكونوا جاهزين من اسكندريه من بوابه لغايه اسكندريه دول هيكونوا ماكسيمم بنتكلم يعني احنا دلوقتي بنتعامل بناحيه اقتصاديه جامده وبنقول يعني تكاليفنا في المرحله الجايه او بنتكلم في المرحله الجايه عندنا حسبه جديده بنتكلم بيها، يعني الكيلو تقريبا هيقف في حدود مليون جنيه. ممكن حضرتك مكتب حضرتك لا هو الشكاوى اللي بتجيني علشان السكة الحديد وبتجيني عشان الطرق السريعة وبتجيني عشان مترو الأنفاق. فطبعا الحمد لله دلوقتي يعني يمكن كل برضو الزملاء اللي موجودين مستجيبين بسرعة للشكاوى اللي موجودة وبنحلها أول بأول. يعني يمكن بعد ما حصل زيادة أسعار الوقود في الفترة اللي فاتت معظم المواطنين بدأوا يحصل بينهم احتكاك وبين سواقين الميكروباصات فاتجهوا المترو الأنفاق في القاهرة. مترو الأنفاق انتوا عارفين التذكرة طبعا سعرها زهيد يعني، فكان لازم احنا ننزل ونزلنا وشفنا الامور على الطبيعه وفضينا الاشتباكات في بعض المحطات اللي كان فيها ازدحام، فبنحل المشاكل على الطبيعه مع المواطنين واللي بيجي لنا المكتب بنرد عليه وبنحله بقدر الامكان، لان ما تنسيش ان مرفق السكه الحديد على الوضع اللي انا شايفه ده واللي احنا شفناه حصل فيه تردي كبير جدا في خلال ال10 سنين اللي فاتوا، يعني نكاد نقول حصل فيه انهيار كمان في ال3 سنين اللي فاتوا واتسرقت العربيات واتسرق المكونات بتاعتها، السكه الحديد نفسها اتخلعت واتسرقت. فاحنا بنعيد ترميم وبنعيد بناء السكه الحديد من الاول يعني سواء في زياده في الاسعار ايه؟ تذاكر المترو ما فيهاش زياده في الاسعار. لو هيحصل هيبقى في الدرجه الاولى المكافاه. لو هيحصل.